بعد الفيديو ده يا جماعه مش هتحطوا غير اكل البيت للبط الصغير او لاي طيور صغيره عندكم اللي هي بواقي البيت. في الفيديو بتاعنا بتاع النهارده يا جماعه هنتكلم امتى نحط بواقي اكل البيت وازاي نحطها للطيور، سواء كانت طيور صغيره زي دي كده او طيور كبيره زي دي كده. بتمنى من حضراتكم يا جماعه اللي بيشوف قناتنا يومياتي في مزرعتي لاول مره ما ينساش يشترك في القناه ويفعل الجرس عشان يوصله كل جديد. وانا يا جماعه بس هبدا ان انا احش الفراخ عن البط وهحط له الاكل اهو. ده يا جماعه اول مره قسما بالله ان انا احط اكل البيت للبط. شايفين بس انا احش بس الفراخ علشان انا اصلا ما بخليش الفراخ تاكل مع البط الصغير. هحش بقى الفراخ وارجع له. صلوا معي عالنبي اللهم صل عليه وعلى آل محمد زيدوا بالصلاة عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد من قناتكم يومياتي في مزرعتي، والفيديو بتاعنا بتاع النهاردة يا جماعة عن حاجة بتوفر لنا في العلف وكمان بتسمن لنا البط بسرعة جدا. اهي يا جماعة هي اكل البيت. في ناس كتير جدا بتخاف تحط بواقي البيت للطيور، مع ان بواقي البيت يا جماعة للطيور حلوة جدا 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 وبتكبر الطيور معانا بسرعة جدا. بس اهم حاجة يا جماعة في بواقي اكل البيت ان هي تكون بواقي طازة، بواقي نظيفة، ما تكونش بواقي بيت قديمة، يعني ما تكونش معوقة عندنا مثلا في المطبخ، ما تكونش معوقة عندنا في التلاجة، ما تكونش يعني بقالها مثلا يوم 3 ايام او 4 ايام، لا يعني تكون حاجة لسه جديدة كده، يعني بتاعت امبارح بتاعت النهاردة، عارفين ان احنا خلاص هنستغنى عنها، بناخدها نبدأ نحطها للطيور الصغيرة. نبدأ يا جماعة نحطها للطيور الصغيرة من عمر كام يوم؟ من عمر 20، من عمر 20 يا جماعه او من عمر 15. دول النهارده عمره بسم الله ما شاء الله اللهم صل على النبي، البط ده كده عمره النهارده 18 يوم. 18 يوم يا جماعه، عندهم 18 يوم النهارده، شايفين حجمهم بسم الله ما شاء الله اللهم صل على النبي، ولا اللي مقرب على الشهرين. ده طبعا البط اللي مسكوفي الهجين وعملت لكم عنه فيديوهات كتيره جدا، لكن فيديو ان انا احط لهم اول مره اكل بيت ده حبيت ان انا اعمله لكم معاكم يعني، لان بجد ناس كتير جدا بتقعد تسالني في الكومنتات امتى نحط اكل بيت للطيور، امتى نحط اكل بيت للطيور. فيا جماعه البط او الفراخ او اي طيور صغيره نبدا نوكلها اكل بيت من بعد 15 يوم على طول. بعد 15 يوم يا جماعه نوكلها اكل بيت، ونحرص ان اكل البيت يكون نظيف، يكون اكل طازه، ما يكونش اكل قديم، ما يكونش فيه كل الكلام ده. طبعا يا جماعه بنوكلهم اكل البيت مع العلف والدشيش وزي ما احنا عادي، بس الفكره بس ان اكل البيت ده بيوفر معانا شويه في وجبه العلف. يعني دلوقتي يا جماعه انا لحد شي بس البطه دي كده ست تمشي، طب خلاص خليها تطفح بقى وخلاص. دلوقتي يا جماعه انا لحد الصبح يعني دلوقتي المغرب قرب جدا، طول النهار موكلهم علف، طول النهار موكلهم علف على تشيشه على الخلطه اللي انا عاملها ديت. وطلعت بقى دلوقتي دي يا جماعه بواقي رز على بطاطس على البتاع اللي هو بيبقى تحت الكرنب ده، يعني بقى حاجات من المطبخ كده في الطاسه بتاعتهم، وقلت اطلع بقى ان انا احطها لهم وكده، وهم بسم الله ما شاء الله اللهم صل على النبي يعني كلوا فيها مره بمره هيتعود عليا. شايفين بيمسكوا البتاع بتاع الكرنب ازاي، بس هم طبعا مش عارفين ياكلوا من الفراخ، وانا غلطان ان انا سيبت الفراخ دلوقتي. انا كان المفروض عملت الفيديو وسبت البط ياكل وبعد كده سيبت الفراخ، لان الفراخ مش هتسيبهم ياكلوا. شايفين يا جماعه بياكلوا ازاي؟ الفرخه بنت الكلب دي مش راضيه تسكت. طبعا يا جماعه لو فراخ كبيره زي دي كده عادي حطوا لها، عادي برضه حطوا لها بقى قاعد 3 ايام قاعد 10 ايام حتى لو قاعد سنه، الفراخ ما بيحصلهاش حاجه. بس احنا بنعمل بس ان الطيور الصغيره ما يجيلهاش ديدان طول. يا جماعه ما الطيور ما فيهاش ديدان طول ما حجمها بيبقى كبير كده معانا وحلو بسم الله ما شاء الله اللهم صل على النبي. طبعا هم مش هيقدروا ياكلوا حاجه من الفراخ، خلاص هم مش هيعرفوا ياكلوا حاجه من الفراخ، وانا بصراحه بستحرم ان انا اهش الطيور من قدام الاكل، يعني بستحرم بقول ده الطير خرس وبيبقى جيعان وكده، فخليهم بقى ياكلوا خلاص. وبرده البط كل فيه شويه يعني اهوت، بس البطه دي يا جماعه البطه شرشيل اللي شاريها جديد
بط حجم حلو ما شاء الله. فده كان الفيديو بتاعنا بتاع النهارده يا جماعه. حطوا بقى للطيور بتاعتكم اكل بيت، وما تنتظروش يا جماعه من البط اول يوم او تاني يوم او تالت يوم هنحط له فيه اكل البيت ان هو هياكله كله ويخلص عليه، لا هو هياكل فيه شويه وبعد كده هيبعد، وهنبدا ان احنا نشيله من قدام ونحطه للطيور الكبيره عادي، او نسيب الطيور الكبيره عليه زي ما انا سيبتها كده دلوقتي. برده يا جماعه نحط لهم اكل البيت على جوع، يعني انا دلوقتي مجوعهم، العلافه فاضيه اهيت، دي علافه كده انا عاملها لهم، وجوه في العشه ما فيش علف ولا في اي حاجه، حتى السقايه فاضيه لسه ما ملتها لهمش. قلت بس ان انا احط لهم كده اكل البيت ده على جوع وعطش، بحيث ان هم ياكلوا ويشربوا يعني كده، ويبقى متكيفين في الموضوع. والوز جاي يا جماعه، وكمان يشترك في الجريمه دي، تعالوا انتوا كمان ما هي ناقصاكم. فده كان الفيديو بتاعنا بتاع النهارده يا جماعه. بتمنى من حضراتكم اللي استفاد من الفيديو ما ينساش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد، وكل يا جماعه يشترك في القناه ويفعل الجرس برده عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، دمتم في امان الله ورعايته، واي حد عنده سؤال يا جماعه ينزل تحت يسيبه في الكومنتات.